وقعت مؤسسة التدريب التقني وجامعة جازان اتفاقية للمساهمة برفع كفاءة القبول بالبرامج التخصصية في الجامعة وكليات التقنية والمجتمع في المنطقة، وذلك لتعزيز الموارد البشرية بتوجيه الخريجين لتخصصات سوق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. الحديث مشاهدينا حول هذه الاتفاقية ينضم معنا مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي رضوان. هاتفيا أهلا بك مهندس فوزي. خليني أسألك في البداية عن يعني أبرز سبل التعاون بين مؤسسة التدريب التقني وجامعة جازان. أهلا وسهلا، حياك الله، مساك الله بالخير، مساء الله المشاهدين كل خير وبركة. أهلا بك. أوجه التعاون بين جامعة جازان والتدريب التقني والمهني بالمنطقة، هناك عدة حقيقة محاور جدا مهمة. لله الحمد تم الاتفاق والتوقيع على هذه الاتفاقية. طبعا هذه الاتفاقية تأتي من منطلق التوجيهات القيادة الرشيدة بحكومتنا بالتعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة، وهناك عدة محاور للتعاون بين التدريب التقني والمهني منطقة جازان وكذلك جامعة جازان. ومن أهم هذه المحاور أو هذه أوجه التعاون هي القبول الموحد بين التدريب التقني وجامعة جازان وفق النسب المعتمدة لكل الجهات. كذلك تطوير برنامج التحويل بين التدريب التقني والجامعة وكذلك التجسير، وهو من أهم النقاط التي يبحث عنها خريجين التدريب التقني والمهني لاستكمال دراستهم العليا في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إن شاء الله. كذلك حصر البرامج والتخصصات الجامعية بين الكليات التقنية وكليات المجتمع بالمنطقة لتفادي ازدواجية توفير التخصصات بمعايير مختلفة كل حسب التخصص. كذلك تبادل نتائج البحوث والدراسات العلمية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني وكذلك جامعة جازان بما يخدم البحث العلمي بجميع الأطراف وفق الأنظمة في هذا المجال. كذلك أيضا من هذا التبادل النتائج العلمية ما يسمى بالحماية الفكرية. ومن أهم أيضا النقاط أو أوجه التعاون تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وكذلك مهارات أعضاء هيئة التدريب الكلية التقنية والجامعة وكذلك كليات المجتمع. جميل. طبعا وفق الأنظمة واللوائح لهذه الاتفاقية. جميل. مهندس فوزي، فيما يتعلق ب يعني هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بينكم وبين الجامعة، كان هناك مسألة سيتم رفع كفاءة القبول بالبرامج التخصصية بالجامعة وكليات التقنية بالمنطقة، كيف سيتم هذا الأمر؟ بإذن الله تعالى سيكون هناك لجان مشتركة بين التدريب التقني والجامعة بحيث يصبح هناك بوابة موحدة لمخرجات الثانوية العامة بحيث يكون للدخول لهذه البوابة وهذه المنصة، حيث يصبح خريج الثانوية عنده أمام الخيارات أمام مفتوحة إما يتجه للجامعة أو يتجه للتدريب التقني طبعا وفق النسب المطروحة لكل الجهات. جميل. خلينا نتحدث عن أهم التخصصات المستهدفة في هذا التعاون وكذلك يعني كيف رصدتم مدى الإقبال عليها؟ طبعا فيها حقيقة عندنا ضغط شديد من المخرجات لاستكمال تعليمهم لمرحلة البكالوريوس، فعندنا تخصصات الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة الحاسب الآلي وكذلك هندسة الإلكترونية وبعض طبعا تخصصات الحاسب الآلي مثل البرمجيات والشبكات والدعم الفني، حيث انه يصبح مخرج التدريب التقني يسمح لهم استكمال دراستهم في الجامعة، وحتى ايضا من يرغب من بدء في الجامعة وتبين له انه الافضل اتجاه التدريب التقني ايضا هناك مسار التحول بين الطرفين. جميل. مهندس فوزي، هل هناك تعاون بينكم وبين ايضا مؤسسات سواء في القطاع العام او القطاع الخاص لبناء ايضا تخصصات اخرى او تعزيز بعض التخصصات بمعرفة بعض الاسرار فيها او بعض العقبات التي قد تواجه مثلا المتدربين فيها؟ بكل تأكيد يوجد عندنا هنا في المنطقة ما يسمى بالمجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري فيه اعضاء من القطاع الخاص مثل الشركات الكبيرة مثل ارامكو وان شاء الله تعالى والحين الملكية ووزارة
الموارد البشرية وكذلك الغرفة التجارية مثل طبعا بالقطاع الخاص، وأيضا إن شاء الله تعالى حندرج الجامعة عندنا في هذا المجلس بحيث أنه يكون اختيار التخصصات وفق متطلبات سوق العمل وما تحتاجها خصوصا المنطقة. كما تعلم منطقة جازان الآن في اتجاه إن شاء الله تصبح من أكبر المدن الصناعية وكذلك حتى الزراعية، فسيتم اختيار التخصصات وفق ما يتطلبه سوق العمل.